المقدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. وإحنا في فترة الخمسين المقدسة، فترة هذه الأعياد اللي تمتد من عيد القيامة المجيد حتى عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس. وبدأ في هذه الفترة رحلة أو رفقة مع ولد يسوع المسيح، والكنيسة عشان تخلينا ما تدوش الرحلة الكبيرة اللي هي بتفرد إلينا زي محطات الرحلة. فأول حد في حد الخمسين بنسميه حد توما أو العهد الجديد أو عهد الإيمان، لأن في هذا اليوم تم تجديد إيمان توما. توما ده تجديد المسيح، لكن شك لحظة ولما التلاميذ قالوا له ده المسيح قال وشفناه وحضر ويانا وكلمنا، قال لهم ما صدقش إلا بداية وبعدين. عشان كده المسيح ظهر له في الحد الثاني للقيامة وابتدى يشرح له ويوريه آثار المسيح وآثار الحرب. سميه حد الإيمان. فكان الرحلة ويا المسيح لازم تبتدي بدايتها بإيمان قوي في شخص المسيح. يجي الحد الثاني يقول للمسيح أنت هو هوزانا. انت الخبز بتاعنا، وكل البشر يعرفوا يعني ايه خبز. والواحد لما بيجي يشتغل يقول لك انا بشتغل من اجل لبن العيش. واول حاجه بنيجي نعلمها للطفل حاجه بسيطه كده في الخبز، والخبز ده اللي هو القمح بيتزرع. القمح طبعا هو الاكثر شهره، لكن في انواع تانيه من الخبز. الخبز بيتزرع تقريبا في كل بلاد العالم. فنقول للمسيح أنت هو الخبز، والمسيح نفسه قال لنا أنا هو خبز الحياة. الحد الثالث، بما أن في خبز لازم يبقى في مية، فنيجي نقول له أنت هو ماؤنا، أنت اللي بتروينا. ممكن واحد يشرح حاجات كتير تاني، لكن دايما يحتاج للمية بس، والمية تروي. ولما الانسان يشرب ميه بالذات لو كان عطشان قوي، بعد ما يشرب ميه كده يقول لك ايه؟ روح يرد فيا. حتى كلمه روح وكلمه ريح قريبين من بعض في الاصل العادي بتاعهم. والميه اللي بتروي الانسان، وزي ما انتم عارفين الانجليز في الانسان 70% من الميه، والعالم اللي احنا عايشين منه 30% ميه. فالمية هي أساس الحياة، فبنقول للمسيح أنت هو ماء الحياة. أو اللي قال عليه المرأة السامرية قال لها المية اللي بيشرب منها الناس يشربوا منها تاني يعطشوا، لكن الماء الذي أنا أعطيه لا يجعل الإنسان يعطش، بل هو يعطش إلى الحياة الأبدية. يجي الحد الرابع اللي هو الحد اللي فات، الكنيسة بقى تقول لنا خدمنا خبز، ابتدينا بالماء، خدمنا خبز، خدمنا ميه، ناخد بقى الحاجه الثالثه او في الحد الرابع يعني اللي هي النور. طبعا اللي بيشرب المسيح ده هيصوم شيش طبيعي، لو كان هيشيش النهار هيصوم الشمس، وكان هيشيش الليل هيصوم الصباح عشان يبقى له صبر، ما يقدرش يمشي في الضلمه، لان الضلمه تبقى فيها خطوره عليه. فلازم يمشي في النور، فالمسيح قال انا نور العالم. ولأن أنا نور العالم تتبقوا أنتم كمان أنتم نور العالم. يبقى كل واحد مسيحي موجود في العالم مفترض إنه يبقى هو نور أيضا. نور في حياته وفي كلامه وفي سلوكه. وتاخدوا بالكم من حاجة مهمة، إن المسيح لما بيقول أنتم نور العالم يقصد إن سلوكك يبقى سلوك يعبر عنك. يعبر عنك أن تحمل المسيح في داخلك. تخبركم برضو
لما التلخيص يوحنا زميل الفن ده عبارة لطيفة أوي. قال إيه؟ ليس مصباح في الغمور. يعني مش معروف مش معروف المعلقة اللي ماجي فيها عشان ما تنورش، طب المعلقة عشان تضعف. ليس مصباح في الغمور وليس المسيحي في الحب. يعني نور انت مش هتمشي تنور، مش هتمشي تنور، ده نور هنا هو الجديد في الفصول الحب لكل احد. الحب اللي هو بتاع بكره اللي هو بتاع الاسبوع ده كله بنسميه احد الطريق. احنا ابتدينا بالايمان، خدنا الخبز والميه والنور، سلك بقى نمشي سلك. فالمسيح ايه؟ باختصار بقى العبارة الشهيرة دي، قال أنا هو الطريق. حطهم على بعض كده. أنا هو الطريق والحق والحياة. عايز يقول أنا هو الطريق الحقيقي للحياة. الطريق الحقيقي للحياة. طب ما في طرق تانية. والواحد ممكن يضيع وقته وعمره في حاجات تانية كتير. لكن هو عايز يقول ان ما فيش غير طريق حقيقي حقيقي، مش مغير، مش شارع، مش مقاطعة، ده طريق حقيقي للحياة. يمكن تكونوا سمعتوا قصة دي او قريتوها. واحد كان شد الصليب على كتفه. هو قلت له ده ربنا كده ولا ده ربنا. مش قادر اشيل، اعمل ايه؟ قعد يفكر كده عليه فكره غريبه ان يمسك الصليب ويقطع عمره حته عشان يفهم بس فقطع حته وابتدى يمشي. كان لسه تقيل قوي، لسه تقيل خالص، فقطع حته كمان. قال اه كده حلو، كده الصليب اقدر اشيله وامشي بيه. فضل ماشي مشوار حياته لغايه ما وصل للنهايه. القصه بتاعته الرمزيه لما وصل للنهايه بقى زي ميه وعايز يعبر الشاطئ تاني. فجاي يحط صليب، لقى ايه؟ صليب. قال الله، يعني انت لو بعطيني صليب مخصوص عشان احطه كده بين الشاطئين اعبر عليه الشاطئ الاخر. هو ده الطريق والحق والروحية. عايز اقول لك ان الطريق ده بنعبر عليه في صلواتنا في كل مرة بنصلي وشيء الانجيل وبنخاطب المسيح بخمس صفات مهمة قوي. نيجي كده اللي ياخد باله المسيح وهو الأول وهو بيصلي نهاية وشيء الانجيل. وشيء يعني الصلاة اللي هو الثالث. وشيء الانجيل بيقول كده انا كانت اهو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا. خمسة. قولهم تاني. لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجعنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا. دي أهم خمس صفات في هذا الطريق. الصفة الأولى انت المسيح هو حياتنا. اوعى تتفرق من حياتنا في الاكل والشرب عشان تاكل يعني وتشرب تعايش. لا، ده حياه الانسان هي من المسيح. بني ادم وحواء لما كانوا في الفردوس وخدوا الوصيه وعاشوا بيها شويه، وبعد جت الحيه كده يعني كلمت حواء وبعدين كلمت ادم، حواء كلمت ادم وكلوا وكسروا الوصيه. هو ايه القصه؟ القصه اساسا المسيح كان بيختبره بيقول له يا ادم ويا حواء، هو حياتكم مني من الله ولا من الاكل والشرب؟ دي حكايه مهمه جدا. عشان كده بنسمع في اصوات كتيره. يمكن بعضكم يقولوا اصوات كتيره ليه؟ عشان الانسان لا ينسى هذه الحقيقه. حياتي وجودي بقائي ليس بسبب الاكل والشرب، لكن بسبب الله هو الذي اعطاني هذه الحياه. عشان كده بنقول له لانك انت هو حياتنا كلنا، منك الحياه. طيب دي نمره واحد.
ونمرة اتنين انت خلصنا كلنا. اصل الانسان جاله مرض اسمه مرض الخطية. بس المرض ده يجيب من الجسد ويغيب النفس تغيب الروح. وعشان مرض الخطية الروح فتقومين اعطى الروح دي الله. فتقومين تشيل الخطية هو الله ينزعها المسيح. عشان كده دي حاجة مهمة أوي نعرف لأنك أنت هو خلصنا كلنا من الخطية. فلو إزاي واحد خلص من الخطية؟ ربنا لا سمح الله لو واحد تعبان وراح للدكتور وبعدين قلت له يا دكتور الحتة دي بتوجعني هيبتدي يكشف ويشوف ويجيب دواء ويعمل علاج أو يعمل عملية حكاية ثانية. طب والخطية دي بقى تطلع إزاي؟ تطلع إزاي من الإنسان؟ ازاي تتمسح من الانسان؟ ازاي تتشال من الانسان؟ ازاي تتمحى خالص؟ لا يوجد غير المسيح. خلصنا كلنا، خلصنا من الخطيه. ويقول كده ايه يا ربي في سفر الاعمال يقول كده ليس باحد غيري الخلاص. ليس باحد غيره الخلاص، مفيش حد تاني. مفيش سكة تانية، مفيش طريقة تانية، مفيش وسيلة تانية، هي دي بس. خلاص المسيح. يحيي المسيح الذي ترفع كل الخطية. العلامة الثالثة في الفريق يقول له أنا في حياتنا، وخلصنا، ثالثة بقى يقول له أنا في رجعنا. ما هو الواحد كده لو ماشي على السكة مثلا عندنا في مصر وأنت ماشي بدأ من القاهرة ورايح في اسكندرية، طول السكة كنت بتفكر في إيه؟ اسكندريه اللي انا رايح مش كده برضه؟ واحد كده اللي ماشي على السكه وعمال عنده رجاء طول شويه شويه كده لغايه ما يخلص اسكندريه. رجعنا الى المسيح في الطريق بتاعنا له النهايه. طب النهايه فين؟ يقول عندي في السلام. نهايه الطريق ده كانت في السلام. فانت رجعنا. ايه رايك لو قابلت واحد في الطريق وسألته انت رايح فين؟ قال لك معرفش. تقول له ايه؟ تحكم عليه تقول له ايه؟ قابلت واحد في سكه كده ماشي وراكب عربيه ومنطقه وبعدين سألته لو سمحت حضرتك رايح فين؟ قال معرفش. تقول له عليه ايه؟ تقول له عليه ايه؟ ولا ما بتقولوش انا؟ تقول له مع السلامه؟ تقولوا له ده في واحد لسه ماشي في السكه بيقول ما اعرفش. لا احنا نعرف السكه عشان كده لنا رجاء في المسيح. الرجاء ده هو المسيح الثالث. هو شخص المسيح. انت رايح فين؟ انا رايح عند المسيح. نمرة أربعة احنا قلنا حياتنا خلصنا رجعنا. نمرة أربعة اشتقنا. الرزق في الجسد. والجسد ده صحيح له كليات ودكاتره واساتذه وابحاث ومعامل واجهزه ومستشفيات ومصحات كل ده، لكن برضه ما زال الجسد يعتبر معجزه امام كل الانتظار. يجي الدكتور يقول انا حاجه حياتي مش عارف اعمل فيها حاجه، وبعد شويه يلاقي ربنا يتمكن وأتمم الشفاء بتاع الإنسان المريض، شفائنا. شفائنا الجسدي. ونقول له يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها. العافية اللي هي الصحة يعني الصحة القوية. كويس؟ فشفائنا كلنا أنت ملجأنا يا رب. صح عندنا دكاترة وعندنا دواء لكن عندنا إيد ربنا أقوى. إيد ربنا تتمد وإيد ربنا هي اللي تقدر تشفي. ويقول كده أنا هو الرب شافيك. نمرة خمسة بقى الأخيرة ودي الجميلة. بعد ما نقول له في الطريق بقى اللي احنا ماشيين فيه أنت حياتنا وخلاصنا ورجائنا وشفائنا، نمرة خمسة بقى نقول له أنت رجائنا، أنت قيامتنا كلنا. قيامتنا فين؟ قيامتنا في السماء. لنا إقامة،
مش بتسألوا بعض كده وتسأل فلان تقول له عم عندك إقامة هنا؟ مش بتقولوا كده؟ أنا بقى عايز أسألك، عندك إقامة في السماء؟ أهي دي قيامتنا كلنا، قيامتنا لنا قيام السماء. عشان كده في جيل الهبل دلوقتي أنا بعد لكم مكانا، في مكان، في مكان باسمك وباسمك كبير أو صغير ولد أو بنت، والمكان ده هو المسيح بنفسه هو اللي بيعرفه. عشان كده أنت قيامتنا كلنا، فيك يا رب نقوم، بك نقوم. نقول كده في التلاميذ وفي الملاك بتاعتنا والمتسامية في تسبيح الأب الصغير، نقول رتبهم للذي سلب عنا المقام وأذل الموت. أنت قيامتنا كلنا، أنت السبب اللي هيأنا إن يكون لنا موت في السماء. أنت قيامتنا كلنا. خلاصة الأمر أن الطريق هو طريق الحقيقي للحياة. المسيح هو الطريق، أكد أنا هو الطريق والحق والحياة. والطريق الحقيقي للحياة هو المعلمة الخمس. أنت رب حياتنا وخلصنا ومحيانا وشفانا وحياتنا. وبنكرر كده على صوابعنا الخمسة عشان ما ننساهمش. في كل صلاة تحضر الصلاة، كل مرة تحضر القداس، تحضر عشية، تحضر في أي مناسبة كنسية، تسمع عشية الإنجيل اللي هي الصلاة اللي قبل الإنجيل، وتسمع الخمسة دول، ولأنهم مهمين بيتكرروا على أذهاننا على طول. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا مبسوط إن أنا أجي الكنيسة الحلوة دي، كنيسة مريم، بتحبوها الكنيسة دي. بتحبوها ليه؟ عشان مرمين يعني؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ انا كمان بحب الكنيسة دي. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ الاول ما شفتها انا بجميل. وراها لي قبل ما تبقى كنيسة. وبعدين بقت كنيسة. وبعدين اتملت بيكم. وبعدين بقت مليانة بالصلوات. فبقت كنيسة حلوة. وفي الحي العاشر، انتوا عارفين العاشر دي، والعاشر رحت لكم عليها قبل كده. ربنا يحافظ عليكم وذلك باذن الاب الكبير وباذن كل الاباء الذين بيخدموا والحاضرين معنا، كل الشمس، كل الاراحه، كل الخدام، كل الخادمات. والنهارده الصبح عملنا خمسه درجات من العمليه في الشركه. يا رب تشيلوا يا رب كل سبب طيبين لله. وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألق وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب،
وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. نعم نؤمن بالروح القدس رب الروح البصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب والناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع مدير واحد لمغفرة الخطايا. وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. يا قوم
مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل وما يستحق ودر بحيط وبسر بشكايت ونرجيس بشكايت دو فونس ان دن هون ون شاوس اوف دي ارني دركت ان هي هاب دو هاست هيمل اد ان كفيسر ان الس دارن جشافن فاتر ونزاس هيرن غوتس ان در لوسوس يسوس كريستوس Durch den du alles schaffst, das Sichtbare und das Unsichtbare. Du sitzt auf dem Thron deiner Herrlichkeit. Alle heiligen Kräfte beten dich an. Wer sitzt dir? Vor dir stehen die Engel, der Engel, die Häupter der Schaffen, die Throne, die Mächtigen und die Kräfte. Wir sind aufmerksam. Die Cherubim.